جينا هنايا على حساب حليب الناقة، كانوا كيجيونا الناس تما. عندنا تعاونية الشفاء، طريق مرزوقة تبعد على 2 كيلومتر على الريساني. كانوا كيجيونا الناس كيقول لك صيفطوا لنا الحليب من هنا، واحد الرباط كازا المحمدية، كيقول لك صيفطوا لنا الحليب. جاتنا الفكرة باش نديرو نقربوا ليهم هنايا باش ياخذوه طري ومفيد. كان كيوصلوا على 24 ساعة 48 ساعة على حساب. قلنا اللهم أحسن نقربوا ليهم باش يكون حليب طري جديد، وكنجي حتى كيجيو لهنا لعندنا عاد كنحلبوا ليهم مباشره، كيشربوه يدو معاهم سخون وكيشوفوه بعينيهم، باش بنادم كيدي الحليبه كيديها مرتاح. كيليق زين الحساسيه، زين الربو، زين السكري اللي فيه واحد الماده بحال الانسولين، زين ليباتيت، زين العسر الهضم، فيه فوائد كثيره الحمد لله. ماشي غير الحليب، حتى الشحمه ديالو، المخ ديال العظم ديالو، اللوبره ديالو، فيه فوائد بزاف الحمد لله. من بعد كنحلبوها كنمشيو نصفيوه، كنصفيو كنعطيوه ديريكت هكا، ما خصو الا يطيب الا وهكا كيتشرب خضر. احسن حاجه هي تشرب خضر طري، واخا ما ديروش في الثلاجه يومين 3 ايام ماشي مشكل، كل ما كيبقى كيزيد يدير بكتيريا نافعه، كيزيد المنفعه ديالو. ما زينش هو غير طيبو ولا كاين اللي كيقول لك راه خسر ولا شو، هو ما كيخسرش، يبقى حتى 10 ايام واللي دار في الثلاجه راه كيبقى تبارك الله راه كيطول. لا ما كيضرش حليب النقا، ما كيضرش ابدا، هو الحليب الوحيد اللي كيجبه حليب الام، تعطيه حتى للدراري الصغار، يلا زيد كاع بسيمانه تعطيه الحليب النقا، يا رب بصح بشرط ما غادي يكونوا فيه لا مواد كيميائيه كما درنا من قبيله، يكون علف طبيعي. في الصاد تمن راك تعطيه للدراري الصغار، تعطيه اللي مريض، تعطيه لاي واحد، ان شاء الله ما يكون غير الخير. كاين اقبال كبير الحمد لله، كيجيو الناس بزاف الحمد لله. كاين شي مرات اللي ما كيبقى لناش الحليب كاع، الثمنه 70 درهم، 70 درهم اللترو، فيه مصاريف حتى هو شويه هنايا مع البعد، ما كايناش الماكله ديالهم بعيده، كنجيبوها من بلاصه بعيده، هذا الشيء علاش كاين شويه المصاريف ديال. الحمد لله حتى الجو هنا الجو ملائم، ما كايناش ديك البروده بزاف، الجو دافئ سخون شويه، وحتى الماكله راه كنجيبوا له نفس الماكله اللي كياكلوا في الصحراء كياكلوا هنا، فصا تبن خلا الذره، الماكله الطبيعيه، شي حاجه اللي كيماويه راه ما كايناش. لحقاش الناس كيديو حساس باش يتشافوا، ما يمكنناش نديروا شي مواد اخرين بلا هادشي، واخا كيطيح علينا كيزيد علينا مصاريف شويه بعيده الماكله ديالهم، ولكن ضروري خصك تعطيهم في الصاد تبان هادشي اللي كاين. نفس الجوده بحال ديال الصحراء، كاين عاد الصحراء فيها الجفاف، كاين اللي كيقدر كاع يعاون بالماكله على هنا. حنا الحمد لله راه كاين شويه ديال الربيع، بين ما وصل شهر 3 شهر 4 راه نقدر نقصوا في العلف كاع، نبقى نعطيهم غير الربيع. كراتي هو شويه بنادم راه غربه بعيده شحال من حاجه، الماكله بعيده علينا ديال الجمال، الخدامه ما كتلقاش اللي يعاونك، خصك تجيب واحد من البلاد كيجي هنا ما يعجبوش الجو، هذا هو الاكراهات اللي لقينا هنا. الطموح ديالنا هي نوسعوا المشروع ديالنا ونديروا شي تعاونيه في هذه البلاد ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.